هذا المخطئ، هذا المخطئ إن عرف عنه تحري الحق والاجتهاد بذل الوسع في طلبه واشتهر بالديانة والصيانة فإنه يرد خطأه ولا يكدح فيه ولا يصرف الناس عنه ولا يحتقر ويغبط حقه منزلته لتنزله الله إياه. وأما إن كان صاحب هوى معروف باتباع الهوى وأنه يفرض رأيه ولو خالف الدليل وأنه يدعو إلى بدعة وإحداث هذا يرد قوله ينفر الناس ويصد الناس عنه ولا كرامة ويحذر منه ولا كرامة لأنه علم بعدم تحري الحق وأنه يتحرى الهوى ومعرض عن الهدى مصر على الهوى هذا يرد قوله يضرب به وجهه ويحذر الناس منه ويصرف الناس عنه ولا يكون الناس سوا في هذا. نعم.